Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jami' fi hadzal masa'il mubarak nata'allam al-farq baina qat wa abad. Al-farq baina qat wa abad. Nahnu qad ta'allamna hadha. ماذا؟ المذاكرة أو المراجعة حتى تثبت المعلومات وتترسخ في أذهاننا إن شاء الله. الفرق بين قط وأبدان. بين قط، الفرق بين قط جميل، موضوع جميل جدا، ولا بد أن يكون الخط جميلا أيضا، صحيح؟ صحيح. عصير أو عظيم؟ عصير. هنا خط وهنا أبدا. جميل. الفرق الأول، حق ظرف، ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. قط على هذا الشكل، قط ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. استغرق يستغرق، هنا اخذ ياخذ، هذا ظرف ياخذ ما مضى من الزمان، من يومنا هذا الى ايام ماضيه سابقه. وهنا ظرف الاستغراق ما يستقبل من الزمان، من يومنا هذا إلى أن يشاء الله. في حياتي أنا لن أفعل هذا أبدا، إذا من اليوم إلى مماتك لن تفعل هذا الأمر، لأن هذا الظرف يأخذ ما يستقبل من الزمان كله. جميل. ثم ثاني مبني مبني على الضم، ظرف في محل نصب، مبني على ظرف في محل نصب. لماذا نقول في محل نصب؟ لأن ظرف من؟ منصوب. هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الثالث لا بد أن يسبق بنفي، وهنا لا يشترط أن يسبق، أن يسبق بنفي.
هذه هي الفروق الثلاثة بين قط وأبدا. واحد، قط ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، أبدا ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. الفرق الثاني، قط مبني على الضم في محل نصب، أبدا منصوب وعدم نصبه الفتحة. الأخير، قط لا بد، هذا الظرف لا بد أن يسبق بنفي، أبدا لا يشترط أن يسبق بنفي. المثال على ذلك نقول ما لا بد أن يسبق بنفي، ما تركت الصلاة قط، ما تركت الصلاة قط، على هذا الشكل تقول هكذا قط وليس قط، قط ظرف مبني على الضم في محل نصب لأن الظرف منصوب، نعم الظرف مبني. ما تركت الصلاة قط. وماذا عند الآخر؟ ما